A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma la taf'alun. Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasikin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة
فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.